الخير زميل عزيز محمد سعيد، تحياتي ليك ولكل جمهور نادي الاهلي في كل مكان. ماذا لديك من معلومات واخر الاخبار اللي عندك قبل انطلاق تدريب الاهلي الاول والاخير؟ زي ما قلت محمد، هو التدريب الاول والاخير والوحيد قبل مباراه طلائع الجيش. طبعا زي ما شفنا كلام مستر مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي بعد مباراه فاركو على طول، قال لك انا تقريبا بلعب يعني 70-60% من مباراه الموسم في مجرد شهرين بس، وعلى طول المباراه مضغوطه. فطبعا اللاعبين كان الاسبوع اللي فات زي ما كنا متابعين مع بعض يا محمد، لعبت المباراه بتاعت الداخليه، بعد كده كان مباراه الزمالك ما اتلعبتش، لعبت مكانها تراي ماتش ما كانش فيها اجازات، بعدها لعبت بعد كده مباراه فاركو الثانيه، فبالطبع ما كانش فيها اي اجازات. ففضل مستر مارسيل كولر منح اللاعبين اجازات من التدريبات بالامس، والنهارده على طول هيتدرب التدريب الاساسي لمباراه طلائع الجيش. يمكن الفريق حالا انا معاك دلوقتي محمد موجودين في غرف خلع الملابس في محاضره بالفيديو لمستر مارسيل كولر، بيتكلم بقى على الجانب النظري للاعداد لمباراه الغد باذن الله رب العالمين. زي ما اتكلمنا مفيش وقت لتدريبات بدنيه كتيره، يمكن هيكون التدريب النهارده تدريب وحيد وهيكون تدريب خفيف قبل الدخول باذن الله في معسكر مغلق. زي ما قلت لك دلوقتي المحاضره الفنيه ومحاضره فيديو للاعبين، هيتكلم عن ابرز نقاط القوه والضعف في منافس الغد باذن الله فريق طلائع الجيش، المباراه المقرره لها 7 مساء على استاد الكليه الحربيه. من بعدها على طول هيبتدي المران، هيبقى فيه بعض التدريبات البدنيه الخفيفه، ومن بعدها تدريبات الكره، واختتم المران كالعاده بتقسيمه خفيفه. بعدها مستر مارسيل كولر هيختار 21 لاعب للدخول في معسكر مغلق باذن الله رب العالمين في احد الفنادق القريبه من استاد الكليه الحربيه، انتظارا واستعدادا لمباراه الغد باذن الله رب العالمين. كان اكرم توفيق محمد زي ما كنا متابعين اصيب كدمه كده في اخر مباراه فرق، ولكن كانت كدمه خفيفه، ان شاء الله مع بدايه المران هيتاكد من دكتور احمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي ان كان هيشارك في المران النهارده او هيكون في راحه اضافيه ليه. ابرز اللاعبين او اقرب اللاعبين للعوده محمد للتدريبات الجماعيه هو عمر كمال عبد الواحد، كان في اخر مران قبل مباراه فاركو عمر بدا يبقى فيه تدريبات بالكوره، يشوط على المرمى، يجري اكتر، موجود في التدريب جزء صغير. النهارده برضه هنتاكد ان كان هيخش في التدريبات الجماعيه او هي طبعا عشان نظرا لضيق المباراه الوقت ما بين المباريات وضغط المباراه هيكون في ارجاء لعودته للتدريبات الجماعيه لما بعد مباراه طلائع الجيش، خاصه محمد انت بتتكلم في 48 ساعه والخميس عندك مباراه اخرى مع الداخليه. بيرسي تاو اعتقد لسه قدامه شويه، مش اقل من اسبوع للدخول في التدريبات الجماعيه باستثناء كده طبعا وباستثناء علي معلول اللي بنتمنى له السلامه ومواصله برنامجه التاهيلي والعلاجي بشكل اكثر من رائع. كل اللاعبين جاهزين وفي حاله فنيه وبدنيه كويسه جدا. طبعا زي ما انت شفت تصريحات الجهاز الفني، تصريحات اللاعبين برغم الضغط، برغم قوه المنافسه، برغم طبق يعني تقارب مواعيد المباراه، ولكن الجميع مصمم على هدف واحد وهو الخروج بثلاث نقاط من كل مباراه، وكانها مباراه كؤوس باذن الله تحقيق حلم كل جماهير النادي الاهلي، الحصول على بطوله الدوري العام، الاحتفاظ للموسم الثاني على التوالي، والوصول برصيدك للرقم 44 باذن الله رب العالمين. باذن الله. زميلنا محمد توفيق موفد قناه الاهلي من مقر النادي الاهلي في الجزيره، شكرا جزيلا ليك على كل هذه المعلومات والايضاحات. التدريب هيبدا الساعه 6، بعد التدريب الفريق هيدخل معسكر مغلق زي ما قال زميلنا توفيق عشان ماتش بكره باذن الله مع طلائع الجيش على استاد الكليه الحربيه.